أنا سعيدة جدا إن أنا بقيت أحضر معاكم، يعني شغل تاني خالص غير الجامعة، يعني بصراحة الصالونات المشاركة فيها بيبقى ليها إحساس تاني، وبلاقي أفكار حلوة وناس حلوة وشعر حلوين. وبأمانة يعني أنا جاية النهاردة وأنا سعيدة جدا إن أنا قابل نفس المجموعة وأتعرف على مجموعة تانية، فأنا سعيدة بكم جدا جدا. وكل سنة وأنتم طيبين. طبعا في ناس هيقولوا مفيش عيد حب، لا أنا بحب الحب كل سنة. الحب ده مفيش حد بيقول فيها حرام وحلال، الحب للحب، مش بنحتفل، مش بنعمل حاجة غلط ولا بنعمل حاجة عيب. هي دعوة إن إحنا كلنا مش أكتر، يبقى قلوبنا حلوة، يبقى نفسيتنا حلوة، يبقى طريقتنا مع بعض حلوة. الحكاية مش حب في حاجة عيب ولا غلط، عمره ما كان عيب ولا غلط، هي طريقة الاحتفال فيه هي اللي بتعيبه. ولكن احنا لو بصينا له هنقول بداية حلوة. يا ريت يا ريت يبقى على طول نقول في حب. يا ريت مش عيب ان انا اقول بحب، مش عيب ان احنا نحب، مش عيب. والحب مش شرط واحد لواحده، يعني انا بحبكم كلكم، بحب الشعر اللي جمهم عندي على النت وعلى الفيسبوك مجموعه كبيره، حسيت منهم بالحب رغم ان انا قابلتهم مره واحده. فايه اللي فيها العيب ان احنا نحب؟ مش عيب. كل سنه وانتم طيبين. بالنسبة للإدمان، طبعاً ده احنا بنقابله في شغلنا كتير. بقابل طالب لسه بيقول يا هادي قاعد في المحاضرة تاني، بقابل أستاذ أو معيد للأسف هو ما يقدرش يقول محاضرة إلا لو كده جنة دماغه كانت موزونة. فبيقابلنا في حياتنا نماذج، هي مش هقول غريبة لأن انتشارها مبقاش غريب، يعني بقى العالم دلوقتي إن أنت تلاقي طالب ومجموعة مع بعض هم الحالة الإدمان. لما بندقق قوي إيه اللي وصله أو إيه اللي وصلها ودي منتشرة بين البنات وخاصة اللي بتشرب شيشة، للأسف بقى عندنا مجموعة من الطالبات أو من البنات عامة الشرب الشيشة ده شيء عادي، وما دام مسكت الشيشة وحست إنها بقت زي الراجل عيب أجرب وأجرب وأجرب. الراجل اللي مسك الشيشة تأكد إنها بعدها في حياتها استحالة هتكيف دماغها بشوية دخان فاضيين كده، يبقى ملهاش لازمة القعدة والمنظرة. فأنا بتكلم، أنا لاحظت إن البنات بقى عدد كبير جدا، وللأسف بتشارك الأم كمان وبتبقى قاعدة على الكافيه هي وبناتها بتشرب الشيشة. لما أقول أم يبقى دي تسقط منها كلمة. في ناس بيقولوا مهيش عيب، لكن كلنا اصلنا فلاح. لا عيب، شكلها مش حلو، ولا اللي بتشرب سيجاره برضه شكلها مش حلو، بعيد عن الموسى وبعيد عن الاخلاقيات وبعيد عن حاجات كتير. لكن انا لما بلاقي ام بقول كده سقط الام، سقط حاجات كتير قوي. ما نقدرش نقول السيد الطيب إذا كانت الأم اللي عايزة تلقيني عيب بنتها ليه؟ فأنا دايماً وكل محاضراتي للطلبة بقول البيت أي حالة غلط، إدمان أو غير إدمان أو سلوكيات أو صوت عالي أو بتقف مع الشباب وتتكلم بالإيد وتضرب وتنضرب والكلام اللي احنا بنشوفه في الوسط الجامعي أو في ثانوي لو مشتغل. الهزار لو بالإيد، الهزار لو بصوت عالي، الكلام، كل ما فيش ده أساسي فيه. يعني الحكاية يا جماعة مش إدمان بس، ده في عادات أدمنوها البنات
البنات والشباب هي اكتر مليون مره من المخدرات. العادات اللي هي بتطلع البنت من انوثتها، من احترامها، من انها تقول انا جايه من بيت محترم. انا دايما كنت اقول لبناتي انتوا دليلي بره. انا عايزه اللي يشوف بنتي يقول ربنا يخلي مامتها والله رب صح. فالبيت هو الاساس. دايما هنقولها ونعيدها ونكررها مليون مره، اصلحوا البيوت يا جماعه. كل اب يفوق لبيته لو لقى المدام فيها حاجه بتشرب معاه السيجاره، هي لو سمح بيها تبقى جاب، يبقى خلاص ما لومش على ان البيت يبقى كله غلط. ماهيش هزار، ماهيش دلع، ما تنفعش ان انت تتجاوز ولو في جزء صغير. التجاوز في جزء بيجيب بعديه حاجات كتير قوي. هقول تاني، او سلوكيات كلها اسره. إذا انصلحت الأسرة اتصلح الدار، واتصلحت المدرسة، واتصلح المجتمع. كلنا غلط. الظاهرة اللي احنا شغالين بيها دلوقتي الأغاني وي والحاجات الغريبة المهرجانات اللي بنسمعها أصلها بيه. لو أنا بيتي ما بسمعش بيدي السماء مش هينتشر. لكن كل ام بتسيب، طبعا مع احترامي في امهات كتير بتتابع، لكن في امهات كتير ما تعرفش بنتها حتى الهيدفون بتسمع ايه. ما بتقولهاش ايه اللي عندي، ما بتقولهاش وحيد الموبايل بتاعك اعرف ايه اللي انت حطاه. لو عملنا ده وبدلنا ده والله العظيم حاجات كتير هتنصلح. مش هلوم على طالبه ولا طالب. انا دايما كنت لما بلاقي حاجه غلط اتصل بالبيت واجيب الام. عارفين شغل المدارس بتاع زمان؟ انا شغاله كاني شغاله في ابتدائي. لما بلاقي بنت اسلوبها في الكلام، طريقتها مع الولاد، او عرفت انها بتشرب حاجه بتصل بالام واجيبها واقعد معاها. هي بتصلح. انا لو قلت لها هي اللي هتعالج. انا مهما اتكلمت مش هعالج. العلاج عمره ما بيكون مننا كمجتمع، العلاج من البيت. فهي بتبقى بذره، لو بدأناها صح هتمشي خالص. فربنا يصلح حالنا ويصلح حال ولادنا. يا رب يا رب نشوف حق. يعني اتمنى لو وصل الادمان يبقى علاجه صعب. مهما قلنا بيتعالجوا صدقوني علاجهم صعب قوي. فيا ريت حتى لو انت غريب، ايدك بايد اللي انت شايفه، مد ايدك لشاب اللي في الشارع، لجارك، لزميلك. حاول على قد ما تقدر تاخد في ايده ونرفع. والله لو بدانا كلنا نبص لبعض هننصلح حالنا. محدش يقول انا مالي. وانا جايه النهارده انا راكنه عربيتي في شبرا عند مترو شبرا. انا لسه بنزل وواحد بيخطف في الشنطه. لو انا لقيت شباب بيجروا ورانا انا ما خدهاش مني، انا ايدي عشان ماسكه كذا حاجه فما عرفش يشدها. لولا شباب جري وراه وفعلا ضربوه قد ما كانش انا مش هعمل حاجه. ولو خدوها بجد وانا مش هعمل حاجه. لكن لما بتلاقي لسه عندنا نخوه كده، لسه بقى بلدنا ما حدش يقول انتهت، ما حدش يقول ما فيش. لا احنا عندنا شباب حلو قوي. لما بيحصل حاجه بتلاقيه بيسد. لو ادينا له الثقه في نفسه هيسد. لو عرفناه ان هو مهم وليه دور هيسد. النهارده الحمله اللي اتعملت على النت عشان نوقف محمد رمضان وصلت لمليون في ساعه. ايوه انا فيها. فدي حلوه قوي. ايوه لو احنا قلنا للبني ادم